نحن لك بالمباشر يا وزير تقاشر، نحن لك بالمباشر يا وزير تقاشر، نحن لك بالمباشر يا وزير تقاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم برحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهد المحامون ثورة تاريخية، شاهدوا حضروا اليوم بغية أداء واجبه المهني، إلا أننا فوجئنا في ساعات الصباح من هذا اليوم بمنعنا من دخول محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. هذا المنع الذي طال جميع محاكم المملكة المغربية، للأسف لم نتوقع أن يكون هناك حراس خاصين بمنع المرتفقين والمحامين وكتابة الضبط والقضاة من ولوج المحكمة وأداء واجب المهني والدفاع عن حقوق المتقاضين فقط من أجل إدلاء بجواز تلقيح إجباري وإلزامية الدفاع ومرتفقي العدالة وجناح العدالة وأهم مرفق في المغرب من أداء المهمة، وهي مهمة سامية ونبيلة في الحفاظ على حقوق الناس وحقوق المغاربة، من أن يمنعوا من أداء هذه المهمة السامية. إلزامية التلقيح هو أمر غير أخلاقي وغير مهني وغير حقوقي وغير دستوري. صعب جدا أن نجد أنفسنا كدفاع مرتدين للبدلة السوداء، ونحن نحاول جاهدين أن نضمن لكل حق حقه في أن نمنع من الدفاع عن حقوقنا. رفعنا شعارات نريد إيصال رسالة معينة إلى الجهات مصدرة هذا القرار، هذه الدورية التي اعتبرها المحامون أنها صعبة جدا وغير حقوقية وغير دستورية، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نرضخ لها أو أن نقبلها أو أن ننبطح إليها. الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، أهم مكونات هذا البلد، أهم مكونات التي تحافظ على الأمن وعلى الاستقرار وعلى عدالة هذا البلد، أصدرت وثيقة جعلت تعطيل المحاكم داخل المغرب بأكمله اليوم في أمر لا يمكن أن نقبله، وفي أمر يضر المواطنين ولا يضرنا كدفاع أو ككتابة الضبط أو كقضاة. نحن نقوم بمهمة ولكن الضرر يصل إلى المواطنين، وهم الوحيدين من المعتقلين داخل هذه المحكمة من سوف تؤخر ملفاتهم على هذه الحالة لأجل لا نعلمه ولم يحدد تاريخه بعد، وهو أمر لا يمكن لأي معتقل أن يستسيغه أو أن يقبله، وهو حقه في الدفاع وحقنا في دخول هذه المحاكم للدفاع عن الناس وعن المواطنين المغاربة. نأمل أن يتم التراجع عن هذه الدورية الثلاثية، ونأمل أن يبقى جناح العدالة قائما مستقلا بذاته، وأن تبقى المحاماة مستقلة حرة، وأن يتم التفاوض أو التمشاور مع هذه المؤسسات العظام الكبار من أجل إيجاد حل سريع لهذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر، فهو يضر بالمواطنين ولا يضر بنا كدفاع أو كتابة ضبط القضاة. فلبأنه سوف يتم فتح مشاورات بهذا الخصوص حتى لا يتم تعطيل هذا المرفق الهام العمومي الذي يخص الشعب المغربي أولا وأخيرا، من أن نمارس مهامنا في كل أريحية ومهنية ومسؤولية، وإحقاقا للحق وضمانا لدستور يضمن حقوقنا وحقوق المغاربة أجمعين، وشكرا لكم. أستاذ محمد أمغار، كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، كما قلت لمجموعة من المنابر الصحفية، فالمؤسسات المهنية للمحاماة وبناء على الدورية الثلاثية اجتمعت واتخذت مجموعة من القرارات في إطار القانون، وكان رد فعلها هو رفض فرض جواز التلقيح على مرتفقي العدالة. هذا الرفض مبني ومؤسس على أساس أنه في خرق المبادئ الدستورية اللي كتضمن الحق الولوج العدالة لكل المواطنين، بل لكل الأفراد والجماعات بدون أي تمييز وبدون فرض أي شرط. بالنسبة لنا في القرار نفسه، اعتبرنا بأن تغييب المؤسسة المهنية في اتخاذ هذا النوع من القرارات فيه مساس بمبدأ دستوري والمتمثل في ضرورة الإشراك أو المقاربة التشاركية لكل مكونات العدالة فيما يخص التدبير
مرفق العدالة، خاصة وأن مؤسسة الدفاع تعتبر وفقا الاتفاقية الدولية وفقا المبادئ الأممية ووفقا للقانون الوطني جزء لا يتجزأ من العدالة، بل جناح من أجنحة العدالة. هدفها ورسالتها هو ضمان المحاكمة العادلة وضمان الولوج المستنير لكل المتقاضين وكل مرتفقي العدالة من أجل ضمان طبيعة الحال حفاظنا على الحقوق والحريات.